الست دي حالة مختلفة جدا، رغم مشوارها الكبير في التمثيل لكنها متواضعة جدا ومش عايشة خالص دور النجومية. لما ترغي معاها الحكاوي ما تنتهيش، وكلام في سرك كده الدنيا بالنسبة لها بسيطة قوي. النجمة عايدة رياض. أول مرة أقف قدام كاميرا كان عمري تقريبا 14 أو 15، أتاري 14 كمان. كنت لسه في مدرسة أشبال الفرق القومية، لسه ما طلعتش الفرقة الكبيرة، يعني مدرسة صغيرة. وكنت خلصت التمرين وبعدين كده نازلة من الأوضة بتاعة التغيير وعايزة أشوف الفرقة الكبيرة، عايزة كده أختلس نظرة كده الفرقة. كان أيامها مشيرة إسماعيل موجودة في الفرقة الكبيرة، وكان جلال عيسى وسيف عبد الرحمن. فانا جايه بقى بخش بقى على مسرح البالون كده، ببص كده عشان عايزه اشوفهم. لقيت في واحد بقى مسكني كده من ظهري كده، كان استاذ يوسف شاهين. طبعا كنت صغيره ما اعرفش من هو يوسف شاهين، يعني ما اعرفش يعني العمالقه دي. المهم جه وكان معاه جلال عيسى وسيف عبد الرحمن، فقال له انا عايز البنت دي تعمل فيلم ديكومنتري في مديريه التحرير اسمه سلوى ديكومنتري. ورحت بقى مديريه التحرير وقعدت اصور وبتاع وكده. استاذ يوسف شاهين حط الكاميرا كده قدامي زي ما الكاميرا كده محطوطه، وقال لي كل ما اقول لك حاجه تردي عليا بس يعني من غير ما تتكلمي. يعني تحبي المحشي، تحبي الملوخيه، تحبي الفاكهه. فطبعا كان بيقول لي حاجات عشان اعمل رياكشنات بوشي. فبقيت اقول له قال لي بتحبي كذا، اروح عامله كده. قال لي لا لا لا، انا مش عايز اي تجاعيد، لا في وشك ولا تعملي كده ولا كده خالص، انا عايز عينيكي، لو حاجه بسطاكي عينيكي تضحك عينيكي. فطبعا ساعتها كنت صغيره جدا، بس الجملتين دول فضلوا معايا، لان بعد الفيلم دوت الديكومنتري قعدت يجي حوالي 4 سنين قبل ما رجعت امثل في مسلسل مارد الجبل، اخراج المخرج العظيم استاذ نور الدمرداش الله يرحمه. فتعلمت منه بقى ان الرياكشنات الفن والتمثيل بالذات بتبقى العينين هي اللي تعبر، هي اللي تضحك يعني من جوه. ما انت لما تكوني في اي رياكشن من جوه بتعمليه بصدق وحقيقي بيبان في عينيكي بجد، لكن لما تيجي تفتعلي الزعل وكده يعني بيبقى في حاجات في وشك ما بتبقاش حلوه. يعني اياك تغيب عن يومين يا مهرة. وان غبتي 3 هتسوي فيا ايه يا بنت الناس؟ اخاصم ولا اكلمك واس. فيلم فتحي المرسيدس، فيلم دوت على فكره كان دمه خفيف جدا جدا، وكنت انا نفسي بقف اتفرج على المشاهد انا مش موجوده فيها، من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده، وكان مع احمد بدير طويل جدا جدا، فكان يقعد يقول له يعني كانت عامل ست وهو قصير وهو طويل جدا، كان بيقعدوا يعملوا مشاهد يعني ارتجالي الاثنين، كانت بتبقى حلوه جدا في فيلم فتحي المرسيدس. وكانت المفاجاه في الفيلم كمان ان كان في المطرب الجميل حسن الاسمر، وعملت فيه كام رقصه من احلى الرقصات اللي انا عملتها بجد، كان فيه كام اغنيه كده على فليه ذكريات حلوه في الفيلم ده. والفيلم ده قعد حوالي 2 شهر في السينما، في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وهيعدي، لكن كان دمه خفيف فعلا، وفي خفه دم وفي استعراض وفي كوميديا وفي تراجيديا، يعني كان في حاجات كتير قوي حلوه جميله بجد. سيد زيان، شوفي بقى هقول لك، يعني مش سيبك من الموقف اللي على المسرح اللي بيني وبينك. حصل ان احنا رحنا الصعيد اسيوط، وكنا بنعمل مسرحيه اسمها واحد ليمون وتاني مجنون، وطلعت انا وسيد زيان على المسرح. جمهور الصعيد الجميل يعني بجد جمهور انا ما كنتش متوقع ان هم لسه فاكرين. اول ما طلعت قالوا بيسا